الشيخ الكريم أبو العدنان يقوم بتوزيع الشبس أو البطاطس المقلية للأطفال. الأطفال سعداء مسرورون، فأسأل الله أن يدخل الفرحة والسرور والسعادة والبهجة على المتعاونين مع مؤسسة تراحم سنة بالخير. هذه المؤسسة الطيبة والمباركة التي لها الجهود الجبارة في العناية بالمسلمين في قارة أفريقيا والعناية بأطفالهم وإغاثتهم ببناء مساجدهم وحفر آبارهم وتوزيع الإطعامات عليهم والعناية بتعليمهم وتربيتهم على مائدة الكتاب والسنة. نسأل الله أن يبارك في هذه المؤسسة والقائمين عليها وأن يبارك في المتعاونين والمتبرعين والمصدقين معها، إنه ربنا على ما يشاء قدير وبالإجابة سجدنا.